دعونا نقوم بحل المزيد من مسائل النهايات. إذا دعونا نتناول مسألة أخرى. إذا كان لدي نهاية اقتراب x، نهاية اقتراب x من 3 ل، دعونا نفترض x تربيع ناقص 6x زائد 9 تقسيم x تربيع ناقص 9. إذن أول ما أفضل القيام به عندما أرى أي من مسائل الحدود هذه هو أن أعوض العدد وأرى إذا كنت سأحصل على شيء منطقي، ومن ثم ننتهي. غالبا ما أننا ننتهي، لا أريد أن أجعل هذه العبارات كبيرة، إذا كان الاقتران تاما فسننتهي. لكن إذا وضعنا 3 في البسط فسنحصل على 3 للقوة 2، أي 9 ناقص 18 زائد 9، إذا هذا يساوي 0. والمقام أيضا دعونا نرى، 3 للقوة 2 هي 9، أيضا هذا يساوي 0، ونحن لا نفضل وجود الصفر. لقد اختلت أداة القلم مرة أخرى. إذا لا نفضل الحصول على 0 0 0، لذا هل من طريقة لتبسيط هذه العبارة لكي نحصل عليها بصورة عبارة عندما نقيمها على x تساوي 3 نحصل على شيء منطقي؟ حسنا، عندما أرى 2 من متعددات الحدود هنا ويبدوان عن طريق فحصهما من السهل تحليلهما، أفضل تحليلهما لأنه ربما يوجد نفس العامل في البسط والمقام، ومن ثم يكون بإمكاننا تبسيطهما. لذا دعونا نفترض أن هذا يبدو أنه x زائد 3، لا x ناقص 3، هذا x ناقص 3. في الواقع يبدو أنه x ناقص 3 للقوة 3، سنكتب x ناقص 3 ضرب x ناقص 3، بالطبع x ناقص 3 تربيع. ثم في المقام تعلم كيفية تحليل هذه، هذا x زائد 3 مضروبة في x ناقص 3، صحيح. إذن نهاية اقتراب x من 3 لهذه العبارة هي نفس نهاية اقتراب x من 3 لهذه العبارة، وبالطبع لا يوجد شيء بوسعنا فعله لتغيير حقيقة أن هذا الاقتران أو هذه العبارة هي غير معرفة على x يساوي 3، لكن إذا كان بإمكاننا تبسيطها فيمكننا أن نجد من ماذا تقترب. حسنا، إذا افترضنا أنه عبارة عن أي عدد باستثناء 3 فيمكننا أن نحذف هاتين العبارتين، لأنه بناء على ذلك لن تكون 0، إنها تكون 0 فقط عندما x تساوي 3. إذا في البسط والمقام يمكننا أن نحذف هذا، ويمكن أن نقول، وأنا لست دقيقا جدا هنا لكن هكذا تعلمناه وأعتقد أنكم تحصلون على الفكرة، إن هذا يعادل حد اقتراب x من 3 ل x ناقص 3 تقسيم x زائد 3. الآن دعونا نحاول أن نعوض x ونرى على ماذا سنحصل. حسنا، في البسط نحصل على 3 ناقص 3، لازلنا نحصل على 0، لكن في المقام هنا نحصل على 6، 3 زائد 3 يساوي 6، إذا حصلنا الآن على عدد جيد، 0 أو 6. حسنا، ذلك عدد حقيقي، إذا هو 0، 0 تقسيم 6 يساوي 0. كان ذلك مثيرا للاهتمام، في أول مرة قمنا بهذا حصلنا على الإجابة 0 تقسيم 0، والآن حصلنا على 0 عن طريق التبسيط. لكن بالطبع من المهم أن نتذكر أن هذه العبارة غير معرفة على x يساوي 3،
إنها معرفة أينما كان معاداه إذا أردنا تمثيلها بيانيا، وأنا أشجعكم أن تفعلوا ذلك، حيث أنكم سترون أنكم كلما اقتربتم من x تساوي 3 فإن قيمة هذه العبارة ستساوي 0. وأنا أعلم بما تفكرون. حسنا، كان هذا 0 تقسيم 0. هل في كل مرة أحصل على 0 تقسيم 0 ستنتهي بالصفر عندما أقيم هذه العبارة؟ حسنا، دعونا نوضح هذا. لنقول ما هو إن القلم لا يعمل نهاية اقتراب إكس من واحد ل إكس تربيع ناقص إكس ناقص إكس ناقص اثنين. لا، دعوني أقول إكس تربيع زائد إكس ناقص اثنين. كما ترون إنني أقوم بكل هذا ذهنيا وإنني معرض للخطأ، وكل ذلك مقسوما على إكس ناقص واحد. حسنا، مرة أخرى إذا قمنا بتقييمها دعونا نرى ماذا سيحدث عندما x تساوي 1. نحصل على 1 تربيع زائد 1 أي 2 ناقص 2، نحصل على 0 تقسيم 0. إذا مرة أخرى نحصل على 0 تقسيم 0 وعلينا أن نفعل شيء ما لتبسيطها. حسنا، دعونا نحلل البسط. إذا هذا يعادل نهاية اقتراب إكس من الواحد. حسنا، هذا يساوي إكس ناقص واحد مضروبة في إكس زائد اثنين. وأعتقد أنكم قد اكتشفتم أنه عندما ترون العديد من مسائل النهايات، حتى وإن كان هذا العامل العلوي، إذا كانت هذه العبارة العلوية من الصعب تحليلها، فإن الفرص واحدة من هذه الأشياء في المقام التي كونت هذه العبارة غير معرفة، لربما تحلل في الأعلى هنا. إذا في بعض الأوقات ربما ستحصل على شيء أكثر تعقيدا بحيث لا يكون من السهل تحليله كهذه، لكن نقطة البداية الجيدة هي أن تخمن أنه واحدا من هذه العوامل سيكون في أسفل العبارة، لأن ذلك هو الخدعة في هذه المسائل، فقط عن طريق تبسيط هذه العبارة. إذا مرة أخرى إذا افترضنا أن x لا يساوي 1، بالتالي فإنه يمكن حذفهما ونحصل على أن هذه تعادل نهاية اقتراب إكس من الواحد لإكس زائد اثنين. حسنا، الآن هذا يبسط. ما هي نهاية اقتراب x من الواحد ل x زائد 2؟ حسنا، تقوم بتعويض الواحد هنا وتحصل على 3. إذا هذا مثير للاهتمام. عندما حاولنا تقييم العبارة على x تساوي 1 حصلنا على 0 تقسيم 0، وفي المثال السابق رأينا أنه تم تقييمها عندما بسطناها إلى الصفر، وفي هذا المثال أصبحت 3. وأنا في الواقع أشجعكم أنه إذا كان لديكم آلة تمثيل بياني فقوموا بتمثيل هذه الاقترانات بيانيا كما نفعل، وانظروا ووضحوا لأنفسكم بصريا أن هذا صحيح.
أي أن نهاية اقتراب x يساوي 1 في الواقع يقترب من النهايات التي نقوم بإيجادها، وقوموا بإيجاد مسائلكم. هذا ما أفعله. إذن بإمكانكم إثبات هذا لأنفسكم، لذا دعونا نقوم بحل المزيد. دعونا نقوم بحل مسألة أعتقد أنها مثيرة للاهتمام. لنقل ما هي نهاية اقتراب x من ما لا نهاية. نهاية اقتراب x من ما لا نهاية لنقل x تربيع زائد 3 تقسيم x للقوة 3. إذن تقسيم x للقوة 3. إذن طريقة تفكيري في هذه المسائل التي تقترب من ما لا نهاية هي أنني أفكر فيما سيحدث عندما تحصلون على قيم كبيرة جدا لـ x. وكطريقة للخداع تستخدم في حل هذه المسائل هي إذا كان لديكم آلة حاسبة. حتى وإن لم يكن لديكم آلة حاسبة، لكن في الأعداد الضخمة هنا انظروا ماذا يحدث عندما x تساوي مليون. انظروا ماذا يحدث عندما x تساوي تريليون. وأعتقد أنكم ستفهمون الفكرة. سترون ماذا إذا كان يوجد نهاية هنا، سترون ماذا يحدث. لكن طريقة تفكيري بهذه في البسط نوعا ما، فإن العبارة الأسرع هنا هي عبارة x تربيع. هذه هي العبارة الأسرع نموا هنا في المقام. ما هي العبارة الأسرع نموا؟ حسنا، في المقام إن العبارة الأسرع نموا هي x للقوة 3 هذه. حسنا، ما الذي سينمو سريعا، x للقوة 3 أم x تربيع؟ x للقوة 3 هي ما سينمو أسرع بقليل من x تربيع. إذن هذا المقام كلما تحصلون على قيم أكبر لـ x سينمو أسرع من ذلك البسط. إذن بإمكانكم أن تتخيلوا أنه إذا كان نمو المقام أسرع بكثير من البسط، كلما ستحصلون على أعداد أكبر ستحصلون على كسر أصغر. إنه سيقترب من الصفر، وبهذا كلما اتجهتم إلى ما لا نهاية سيقترب من الصفر. أعلم أنني ألوح بيدي، لكن هذه كيفية تفكيركم في الأمر. طريقة أخرى يمكنكم القيام بها هي أنه يمكنكم أن تقسموا هذا الكسر. في الواقع يمكنكم أن تقسموا هذه العبارة النسبية، وستحصلون على شيء ما مثل x زائد 1 شيء ما. ومن ثم يمكنكم أيضا أن تشاهدوا. حسنا، نهاية اقتراب x من ما لا نهاية لواحد تقسيم x هي أيضا صفر. دعونا نحل مسألة أخرى. نهاية اقتراب x من ما لا نهاية ل 3 x تربيع زائد x تقسيم 4 إكس تربيع ناقص 5 هذه المسائل تبدو مربكة أحيانا، لكن إنها بسيطة بالفعل. عليكم أن تفكروا فيما سيحدث عندما تحصلون على قيم كبيرة جدا لـ X. حسنا، كلما حصلتم على قيم كبيرة جدا لـ X فإن هذه العبارات الصغيرة، هذه التي لا تنمو سريعا كهذه العبارات الكبيرة، فهي لا تهمنا، أليس كذلك؟ لأنك تحصل على قيم كبيرة لـ x، وفي هذه الحالة فإن هذه لا تهم، وبالتالي عبارتا x هاتان ستنموان بنفس السرعة وستنموان دائما.
بنسبة 3 إلى 4. إذا النهاية هنا إنها 3 تقسيم 4. إذا ما تفعله هو أن تجد ما هي العبارة الأسرع نموا في الأعلى وما هي العبارة الأسرع نموا في الأسفل، ومن ثم تجد من ماذا تقترب إذا كانتا نفس العبارة، بالتالي تحذفان. وتقول أن النهاية تقترب من 3 على 4، إنها طريقة غير طريقة الحل لكنها تقودك للإجابة الصحيحة. أراكم في العرض المقبل.